وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
إله الأولين والآخرين. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، أوصي نفسي أولا وإياكم بتقوى الله وطاعته. معاشر الأحباب، فلقد دار الدهر نوره ومع الزمان أثره. وإذا برمضان الكريم يفارقنا فراق الحبيب لحبيبه، وما أشد فراق الأحباب. شتر السنة وتحجبت شمس الضحى، وتغيبت بعد الشروق بدور، ومضى الذي أهوى وجر عن الأسى، فهدت بقلبي جذوره وسعير. يا ليته لما نوى أهل النوى، وافي العيون من الظلام نذير. نهيك ما فعلت بماء حشاشتي، نار لها من الطلوع زفير. نعم إخوة الإيمان، مقضى رمضان ويا ولي عليه، وتسربت أيامه ولياليه، والله أعلم كم من صحائف قيضت، وكم من حسنات كتبت، وكم من ذنوب غفرت، وكم من رقاب اعتقت. مقضى رمضان إخوة الإيمان، وخفيت أنواره وبنيت أسراره، وأقل نجمه بعد أن سطع وأظلم، وأظلم ليله بعد أن لمع فتفجرت المدامع والمظالم، وأظلمت المساجد والجوامع. ولا نقول إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع، وإنا على فراق يا رمضان لمحزونون. يا لئيم في البكاء ذبني به كلفا، واسع غريب أحاديث بشيء أشعاري، ما كان أحسننا والشمل يجمعنا، منا المصلي ومنا القانت القاري، وفي التراويح للراحات جامعة، فيها المصابع تذهب مثل الأزهار. شهر يعتق الله العصاة وقد أشبو على جرف من حصة النار. إخوة الإيمان، انقضى رمضان، ولكن ماذا بعد رمضان؟ هل تخرجنا إخوة الإيمان من مدرسة رمضان بشهادة التقوى؟ هل اتخذنا رمضان قاعدة للمحافظة على الصلوات في باقي الشهور، ومنطلقا لترك المعاصي والذنوب؟ وماذا بقي في قلوبنا من أثر هذا الشهر الكريم؟ ما هي أحوالنا بعد رمضان؟ لقد انقضى رمضان، وربما انقسم الناس إلى ثلاثة أقسام. في القسم الأول كانوا على خير وطاعة قبل رمضان، فلما جاء رمضان شمروا على سواعدهم وضاعفوا من جهودهم، وجعلوا رمضان غنيمة ربانية ومنحة إلهية، استكثروا فيه من الخيرات والمبرات، وتعرضوا للرحمات، وتداركوا ما فات. فمن قضى رمضان إلا وقد علت رتبهم عند الرحمن تبارك وتعالى، وارتفعت درجاتهم في الجنان، وابتعد ثواتهم عن النيران. وأما القسم الثاني، كانوا قبل رمضان في إعراض وغفلة، ولما أقبل رمضان أقبلوا على الطاعة والعبادة، صاموا وقاموا، قرأوا القرآن وتصدقوا، ودمعت عيونهم وخشعت قلوبهم. ولكن ما إن انقضى رمضان حتى عادوا إلى ما كانوا عليه، إلى غفلتهم وذنوبهم. فلهؤلاء يقال: من كان يعبد رمضان فإن رمضان قد مات، ومن كان يعبد الله تبارك وتعالى فإن الله حي لا يموت. أيها المسلم الكريم، يا من قد عدت إلى ذنوبك ومعاصيك، إن الذي أمرك بالعبادة في رمضان هو الذي أمرك في غير رمضان.
كيف تعود إلى السيئات وقد طهرك الله منها؟ كيف تعود إلى المعاصي وقد محاها الله عنك ومحاها من صحيفتك؟ اعتقد الله تبارك وتعالى من النار فتعود إليها، أيبيض الله صحيفتك من الأوزار والآثام وأنت تسودها؟ ويا من أعجاد الصلاة في جماعة المسلمين، كيف تعود إلى طريق النفاق؟ ويا من صام لسانه في رمضان عن الغيبة والنميمة والكذب، واصل مسيرتك وجد الطلب. ويا من صامت عينه في رمضان عن النظر إلى الحرام، اضطر طرفك ما بقيت، يولد الله تبارك وتعالى قلبك حلاوة الإيمان ما حييت. ويا من صامت أذنه في رمضان عن السماع إلى الحرام من غيبة ونميمة، لا تعد إلى معصية الله تبارك وتعالى. ويا من صام بطنه في رمضان عن الأكل، إياك وأكل الحرام. ويا من كنت تصوم مع الصائمين وتقوم مع القائمين، إياك أن تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة كذا. وتفكر أخي المسلم قول الله جل جلاله: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فغير من حالك وتب من ذنوبك وأقبل على ربك، فإنك والله لا تدري متى تموت، ما تدري حتى متى تغادر هذه الفانية الدانية. وأما القسم الثالث، قوم دخل رمضان وخرج رمضان وحالهم كحالهم، لم يتغير منهم شيء ولم يبدل فيهم شيء رمضان، بل لربما زادت آثامهم وعظمت ذنوبهم وسدت صحائفهم. رغم أنف مسلمين أو رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر الله له، أولئك هم الخاسرون، وليس أمامهم إلا التوبة إلى ربهم، وأن يستغلوا ما بقي لهم من أعمالهم في طاعة الله. ورمضان إخوة الإيمان مضمار لخلقه تبارك وتعالى، يتسابقون فيه بطاعة الله، فسبق قوم فازوا ففازوا، وتخلف آخرون فخابوا، كما قال الحسن البصري: أيها الصائم لكل شيء علامة، ومن علامة قبول العمل الصالح المواصلة فيه والاستمرار عليه. وأن يكون حال العبد بعد رمضان خير له من قبل، خير له من بعد رمضان. فعليك أن تحكم على صيامك أخي المسلم، هل هو مقبول أو مردود؟ ولكن انقضى رمضان فإن عمل المؤمن لا ينقضي حتى يموت، قال جل جلاله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يأتيك الموت. فلنقف أيها الأحبة على بعض النماذج المشرقة التي سطرها أولياء الله في المداومة على العمل الصالح. فهذا سيدنا سيد العابدين وإمام المتقين صلى الله عليه وسلم، كان كما تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها، وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام ليل صلى من النهار 12 ركعة. وكان يقول كما في حديث عائشة المتفق عليه: سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل أحدكم عمله الجنة، وإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. انظروا إخوة الإيمان إلى الصحابة الكرام رضوان الله عليهم كيف تلقوا هذا الهدي النبوي وداوموا عليه وطبقوا في حياتهم. في الصحيحين عن علي كرم الله وجهه وأرضاه أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقي في يدها من الرحى، وبلغها أنه جاءه رقيب فلم يصادفه، فذكر ذلك لعائشة رضي الله عنها وأرضها. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته، قال: فجاءنا وقد أخذنا من مضاجعنا، فذهبنا نقوم، فقال صلى الله عليه وسلم: على مكانكما. فجاء فقعد بيني وبينها حتى وجدت برق قدمه على بطني،
فقال: ألا أدلكما على خير مما سألتما؟ إذا أخذتما مضجعكما أو مضجعكما أو أتيتما إلى فراشكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34 فهو خير لكما من خادمين. أعاننا الله وإياكم على طاعته وختمنا وإياكم في السعادة آمنا إنه من ذلك القادر العليم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى والصلاة على المصطفى من الآثار اختفى. أما بعد إخوة الإيمان، فإن كنا ودعنا موسم عظيم من مواسم الخيرات والطاعات والعبادة، فإن الله تبارك وتعالى شرع لنا من النوافل والقربات ما تهنأ به نفوسنا وتقر به عيوننا ويذل في أجورنا ويقربنا من ربنا تبارك وتعالى، كصيام ست من شوال وقيام الليل وصلاة الوتر والمداومة على السنن والرواتب قبل الصلاة وبعدها وقراءة القرآن والمحافظة على الأوراد والأذكار. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه ست من شوال كان كصيام الدهر كله. فصيام ست من شوال سنة مستحبة إخوة الإيمان، وفضله أن يكمل أجر الصيام سنة كاملة. والحكمة من ذلك أنها كصلوات النوافل مع الفرائض، فهي ترفع ما شاب من الصيام من نقص أو تقصير أو ذنب في صيامها، وفي صيامها شكر لله تبارك وتعالى على توفيقه لصيام رمضان وزيادة في الخير، ودليل على حفظ الله تبارك وتعالى وطاعته، وعلامة على قبول صوم رمضان. فإن الله تبارك وتعالى إذا تقبل عمل عبدين وفقه لعمل صالح بعده، كما قال بعضهم: ثواب الحسنة الحسنة بعدها. ولا يلزم إخوة الإيمان صيام ست من شوال بعد العيد مباشرة، بل يجوز أن يبدأ صومها بعد العيد بأيام، وله أن يصومها متوالية ومتفرقة كيفما تيسر له، شريطة أن تكون قبل انتهاء أشهر شوال. فاتقوا الله عباد الله، وبادروا بالتوبة والإنابة، وقدموا لأنفسكم، وداوموا على طاعة الله، واعلموا أن للمداومة على العمل الصالح ثمرات. والله وفق الله تبارك وتعالى، نسأله أن يوفقنا للعمل الصالح وأن يداومنا عليه. اللهم آت نفوسنا شكرها، زكها أنت خير من زكاها، إن تولها وقدر عليها. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفنا عن سيئاتنا وتوفنا مع الملائكة. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإن يتق القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تتقون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر. والله أعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.
إذا هو له نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله النبي يضل عن سبيله. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. أمن هو قانتنا أنا لمساجده وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكرون الألباب. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله ومثلي أو الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل إلا أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دوني. قل للخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هم الخسران المبين. الله الله أكبر.
السلام عليكم.
Yeah.
ذلك تأويل ما استعلي
تقول مرد يا ربي فيعتقوا عذاب النكرة. وأما من آمن وعمل صالح فله جزاء الحسنى وسنقول له من بلا يسرى ثم اتبع سبن حتى إذا بلغت الشمس وجدها أسبوع على قبل الأنام من دونها زن كنال وقد أطنع بما لم يقبع ومتبع سبن حتى إذا بلغ في السدين وجد من دونه ما قل لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا بطن الليل يا جوج وما جوج مفسدون فرد فان جعل بيننا ومن أمسدا قال ما فيك الليل